بس برضو برضو بيروت حرة حرة بعز الاحتلالات، حرة حرة. هلأ احنا منضلنا نقول انه بدنا اياها اكثر حرية طبعا، لانه دافعين حقها هيدي الحرية، ما اجتنا ببلاش، ما حدا قدم لنا اياها كادو، دافعين حقها شهداء ودم وتهجير وكل شيء، ورح نضلنا نناضل كرماله. وللي يعني هلا عملوا هاليومين هاشتاجات منفرجيكم كيف الحرية بتكون او مدري شو، لا عم تمزحوا، هي مش قرار، وهي مش كادو، وهي مش انه منفرجيكم، ما كتير غيركن قبل جربوا يفرجونا يا خي، دعوسونا، شو بعد اكتر، قتلونا، رشونا، قوسونا، حطونا بصناديق السيارات، شو بعد، قتلونا بظروف غامضة، شو بعد. ما هي منا شي بتهدد فيه انه منفرجيكن، ايه فرجينا انه ايه شو. جبران التويني قبل ما يموت طلع مع مرسال غانم باللقاء الشهير من باريس وقال لهم انا جاي على بيروت، تقتلوني، قتلوني، قتلوه. خلصت الحرية والمطالبة فيها. لبنان هو هيك، ما فيك تعملوا شي تاني، ما فيك لو معك سلاح الدنيا كلها، ما فيك. لبنان حر حر، سهل، جبل، بيروت، وين ما كان، وين ما كان، بأي مطرح، بأي زاوية، خلقنا أحرار، ما يعني شيء نكتسبه بالحياة، خلقنا فيه. فيك تسيطر بالقوة، فيك تحتل سنة، اثنين، ثلاثة، 20، فيك تخوف ناس كتير، فيك تاخد عملة معك، إلا الحرية، الفكر، الألم، الحبر، الكتب، أبداً، إنها الكرامة، صفر خوف. تسقط ذراع، تسقط مدينة، تسقط رجل، ما بيأثر. نحن كمان أبناء الشهادة، يعني إذا ما طلعنا كل يوم قلنا هالشي عبر المنابر، مش معناتها أنه نحن أبناء النايت كلوبات بس، ومش إهانة، يعني فينا نكون هون وفينا نكون هون بكل الأحوال. الحرية تأتي أولا، ومثل ما دافعنا عنا سابقا بكل الطرق المتاحة، ما عنا خيار آخر غير أنه نضلنا ندافع عنا، لو شو ما صار، يعني لو شو ما المؤتمرات الدولية هديت هالبلد الصغير لأي محور، ومين ما كان المحور اللي بدها تهدينا إياه، تهدي يعني الوزارات والمؤسسات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتعطي كادو لهالبلد مثل ما كل فترة بتعطي كادو لحدا لمحور ما، يمكن مش بإيدنا نقدر نغير هالشي، بس بإيدنا نضلنا نقاوم، وبإيدنا إنه ما نقبل القمع، وما رح نقبل، ورح نضلنا نزعجكن بالحرية أولا، وما رح تقدروا علينا. هيدي المقاومة ضد الاحتلالات من أي نوع،
وشكراً.